بالنسبة لأسباب الذبح الصدرية، طبعاً السبب الأكثر شيوعاً والأكثر أهمية هو أمراض تصلب الشرايين اللي تحدث في الشرايين التاجية وما يصاحبها من تضيق أو انسداد لهذه الشرايين نتيجة الصفائح الدهنية. هناك أسباب أخرى أقل شيوعاً وعلى رأسها حدوث تشنجات تاجية في هذه الشرايين، مما يؤدي إلى تضيق الشرايين وبالتالي نقص تروية عضلة القلب. التدخين، الاضطرابات العاطفية الشديدة وتناول بعض المخدرات مثل الكوكايين يعتبر من أهم المسببات لمثل هذه التشنجات وهذا النوع من الذبحات الصدرية. بالنسبة لخطورة الذبحة الصدرية، طبعا الذبحة الصدرية تعتبر من الحالات الطارئة التي تستدعي تقييم طبي عاجل من قبل مختص، وذلك لإمكانية حدوث مضاعفات شديدة قد تصل إلى توقف القلب بشكل مفاجئ وحدوث وفاة لا سمح الله. بالنسبة للأعراض، فعادة ما يوصف ألم الذبحة الصدرية على أنه شعور بالثقل أو العصر أو إحساس بالوزن الثقيل على منطقة الصدر. بعض المرضى قد يوصف ألم الذبحة الصدرية على أنه شعور بالحرارة أو الحرقان في منطقة الصدر. قد يمتد ألم الذبحة الصدرية إلى منطقة الأكتاف أو الذراعين أو الظهر أو حتى الفك السفلي أو منطقة الرقبة. قد يكون هناك أعراض مصاحبة لألم الصدر، على سبيل المثال الشعور بالقثيان والتقيؤ، الدوخة، ضيقة النفس أو خفقان القلب. طبعا يمكن تجنب الذبحات الصدرية المستقبلية بعمل تغييرات في نمط الحياة والتي قد تساعد على تجنب حدوث أمراض القلب والشرايين أو التقليل من حدتها وخطورتها إذا كان الشخص قد بالفعل قد سبق تشخيصه بالماضي بمثل هذه النوعية من الأعراض. أهم هذه التغييرات الإقلاع عن التدخين، الامتناع عن تناول الكحوليات، المحافظة على الوزن المثالي، ممارسة الرياضة بشكل دوري ومنتظم، التحكم المثالي بالأمراض المزمنة والالتزام بجميع الأدوية التي تم وصفها من الطبيب المعالج.